حبيب عمري ملك امري اديك عمري انا عايش من غيركم ابدا انا راح فيك بالمغرب. اهلا فيك عماد. كنا نلتقي ببيروت ويكون هذا اللقاء ولكن شاء الوقت انه يصير هون. خبرنا اول قبل ما نحكي عن شركتك وقديش السوشيال ميديا اليوم هي مهمه. خبرنا عن رفقتك لسلطان الطرب وما شاهدته عينك من الالاف اللي اجت حضرت اليوم. كل مره بسمع عن مهرجان موازين ما كنت صدق. هاي اول مره بجي على المغرب لمهرجان موازين. وصراحة الأرقام اللي شفتها خيالية. أكيد بدي هذا يعني فرحة وشرف لإلي وقف حد سلطان الطرب كمدير أعماله ويعني عن جد حسيت قدي العالم بتحب أبو وديع وإن شاء الله لقدام. يعني أنا بتوقع أنه مرة على مرة عم نرجع على الساحة بقوة وإن شاء الله خير. يعني كل مهرجان عم نفتح إيدنا لقلهم لأنه هو بيحب المهرجانات أكثر من الحفلات الخاصة. بتعرف الفانز كل شخص خاصه بالوصوف بيلحقوا. مش بس عم شوف عالم كبار، عم شوف عالم عمرهم 6 سنين 7 سنين عم بيعملوا لي فولو اد على الفيسبوك. يعني كلهم فانز على الفيسبوك. يعني الجماهيريه تبع ابو وديع مش 21 وطلوع، انا في عالم عمرهم 6 سنين و7 سنين و8 سنين عم شوفهم عم بيعملوا لي اد بس لانه بحبوا ابو وديع. اصلا عنده اخطر فانز بالعالم، يعني مطبوع مدقوقين على جسمهم. اذا التاتويات اللي شفتها على الاجسام العالم البكي اللي بيقعدوا على الطرقات بس ناطرينه بس ليقطع قدامهم ويسلموا عليه، المشاكل اللي بتصير بس ليسلموا عليه. يعني اليوم حتى باوروبا نمر السيارات ما بيستعملوا بس ارقام بيستعملوا حروف. فالتقيت بناس مش بس طابعه تاتو اسم الوصوف الدبليو رقم سيارتهم 100%. يعني في عالم ادي بلندن ايه عاملين دبليو اي اس اس 0 يو اف شفتها ومعك حق. وهيدي للعالم عن جد بتحب ابو وديع. يعني في مطاعم باسم ابو وديع وين ما كان وصوف اكزيست ورح تضل لمدى الحياه. انت كشاب يعني اكيد ربيت وترعرعت على الصوت من شفت اهلك كانوا يسمعوا الوصوف هيك انه اليوم انت موجود وبصفتك مدير اعمال. قديش مسؤوليه، قديش مبسوط انك شو بدك تقدم لهالصوت او لهالليجند. هلا ابو وديع انا جيت ما خصنا بالايفنت مانجمنت ولا بالمانجمنت تبع الارتست، عم بيعلمنا عم بيطورنا ومع الوقت حفلة بعد حفلة صار عندي خبرة وعم يعني عم بفوت بهذا المجال أكتر وأكتر بمجال الفن بلبنان وبالدول العربية. وإلي الشرف إنه عم بتعلم من هيك أسطورة. كيف بدك توفق بين شغلك والوصوف؟ الوصوف بده تفرغ. يا أنا يا لأحد. كتير صعب لأنه هو شخص بده الاتنشن كله لقاله بس برضه يعني هو متفهم انه عندي كمان شركه السوشيال ميديا هيدا مجاله ويعني هيدا علمي اللي درسته. سو هو متقبله وكل شيء ماشي طبيعي. بده يتابع التطور وحلو انه بايدي امينه معك اخذوا على الجيل الجديد من السوشيال ميديا واليوم كانت ولعانه بما شاهدنا 100%. يعني انا في كثير عالم بيجوا بيقولوا ما العالم بتكب حرام هالايام. يعني في عالم بيقولوا لك يي خسرت جورج وصوف. لا ما بخسر جورج. اذا وقف يشتغل معي سوشيال ميديا رح نضلنا صحبة، أهلي صاروا أصحاب معه، أنا بحبه، في محبة بطلت إنه شغل وبس. سو لا سوشيال ميديا مع أبو وديع وكأرتست مانجمنت على ألف خير. خبرنا عن شركتك. شركة آي ستار ديجيتال مثل ما شفت نحن بكذا يعني بكذا إيفنت موجودين بالميراكس بالمستر لبنان مستلمين كذا سيلابريتي بيست هلا. سو عنا كتير سيلابريتيز وير مانجينج صاروا يعيطوا لي بلبنان صانع النجوم لانه قد ما انا مستلم اكونتات لارتست صغار عم كبرهم وبذات الوقت عندي الارتست القدام اللي هن عم بعملوا ريبيتيشن مانجمنت. يعني بحافظ على سمعتهم لانه بالسوشيال ميديا في عالم بتكون كتير مشهوره بالعالم الحقيقي بس على السوشيال ميديا هن ماشي. سو وهيك صار وهيك اتطورت وعم تكبر. يعني مثل ما بيقولوا صيتو عم بيكبر. فريق عملك؟ فريق عملي كلهم لبنانية شباب وهلأ بلشت نجيب أجانب خصوصة مصورين وكل شيء لأنه بدي فوت مثل ما بقوله دم جديد على الشغل لأنه نحن بعالم التكنولوجيا عالم كتير سريع والأجانب
اسم الله سابقيننا. سو بدك تعمل بالانس انه تجيب الاجانب على لبنان ليصيروا يطوروا الشباب اللي عندي هون. في شروط معينه تيتم التعاون معك؟ ما في شروط، عم بابي مفتوح لكل العالم، لكل الشركات، لكل النجوم، عم بستقبل كل العالم ليشتغلوا معنا، وان شاء الله كل سنه احلى من سنه. الوسيله هلا اللي عم يشوفوك وبحبين يتعاونوا معك، كيف العناوين الارقام؟ نحن هلا نقلنا على مكتبنا الجديد بالاشرفيه بساسيان، ونحن اسم الشركه اي ستار ديجيتال، فيهم يلاقونا على الانستغرام، فيهم يعرفوا مين نحن ومع مين متعامل. بالتوفيق وعلى ذكر ساسيان. لو يزيد